وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا السيد عمر العبيدلي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية. أهلا بكم معنا في نشرة الأخبار، وبمناسبة هذا الحفل الرياضي الكبير الذي تشهده مملكة البحرين هذه الأيام، لو نتحدث عن الانعكاسات الإيجابية الاقتصادية لاستمرار مملكة البحرين بتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يعقد في حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. مساء الخير. استضافة سباق الفورمولا 1 له عوائد متعددة للاقتصاد البحريني. أولا، الأنشطة المتعلقة مباشرة بالسباق نفسه، وهذا يعني التذاكر تبع السباق، حصة مملكة البحرين في العوائد اللي متعلقة بالتلفزيون والتغطية الإعلامية والمبيعات المرافقة خلال السباق. ثانيا، هناك الأنشطة التي تنهض عندما ينهض هذا السباق، على سبيل المثال الفنادق والمطاعم والأسواق والمجمعات عموما في مملكة البحرين خلال فترة أسبوع السباق. والشق الثالث هو التداعيات أو العوائد غير المباشرة التي تأتي على المدى الطويل من خلال تحسن في سمعة مملكة البحرين، وهذا يشمل طبعا استقطاب سواح واستقطاب يعني حركة تجارية المتعلقة بقطاع الفنادق والمطاعم، لأن يطلع اسم البحرين في الساحة الدولية. نعم، السيد عمر العبيدلي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، شكرا جزيلا لك.